أرجوكم أرجوكم ما تبعدوش عن حد بتحبوه، ما تفرطوش ما تفرطوش في حد محتاج وجودكم وجودكم جنبه. دايما الاحتياج ده بيبقى حاجة مهمة قوي، ممكن احنا ما بنحسهاش وبنحس ان هي حاجة مش مهمة، لكن تأكدوا ان هي فعلا حاجة مهمة قوي. ما تقسوش على بعض، لان القسوة دي حاجة وحشة قوي. قربوا من بعض، قربوا من بعض قوي على قد ما تقدروا. قد احنا في زمن صعب قوي، الزمن ده اسرقوا من الزمن اللحظات الحلوة اللي انتوا تقدروا ان انتوا تعيشوها. تأكدوا ان اللحظات دي عمرها ما هتعرف تتكرر تاني مهما حصل، علشان الوقت اللي بيروح ما بنعرفش نرجعه. اقدروا تخطفوا من كل اللي حواليك وكل الوقت الحلو قبل ما الدنيا تسرقكوا وتضحك عليكوا. الدنيا دي قاسية قوي، اوعوا تأجلوا حاجة لبكرة. لو ما بينكم حب بلاش تضيعوه لأي سبب من الأسباب. أيوة ما تضيعهوش، لأن لو ضاع مش هتعرفوا أبدا ترجعوه. لو زعلانين من بعض اتعاتبوا، اتخانقوا، اتكلموا سوا، فضفضوا مع بعض، يمكن توصلوا الحل. أرجوكم ما تسيبوش الزعل ياخد من عمركم ومن وقتكم حاجات كتيرة قوي ما تقدروش وقتها ترجعوه، لأن ساعتها هيكون الندم هيكون فات وقته قوي وعدى، هيكون فات وعدى. وقتها ممكن تدوروا على الناس اللي انتوا عاوزينهم في حياتكم، ممكن ما تلاقوهمش. يبقى ليه من الأول أصلا ضيعتوهم؟ يبقى ليه؟ فيها ايه لما كنتوا تسمعوا بعض وتعاتبوا بعض حتى لو بخناق؟ عادي، ما ياما ناس كتير بتتخانق وترجع تتصالح، عادي جدا يعني. لكن اوعوا تبعدوا عن بعض وتقولوا كرامة وتقولوا لا مش هرجع، لا مش هتصالح. محدش هيزعل ولا هيندم غيركوا انتوا بس. الدنيا هتعدي والعمر هيعدي، ووقتها الندم مش هيفيد، لأن لحظة ندم واحدة مش هتعوض أي حاجة من اللي فاتت مهما كان. مهما كان الندم ده قوته مش هيعوض حاجة. أرجوكوا أرجوكوا بلاش تقولوا كلمة يا ريت ويكون ساعتها الوقت عدى وفات. مفيش في الحب كرامة، مهما كان الحب ده ما بين اتنين اخوات واتنين اصحاب او ما بين اتنين بيحبوا بعض بجد. اتخانقوا وتصالحوا وتعاتبوا بس ما تسيبوش بعض، علشان ما تندموش. ووقتها وقت الندم مش هيفيد ولا هيرجع اي لحظة من اللي فاتت. الحب في الزمن اللي احنا فيه ده مش من السهل ان انت تلاقيه، مش من السهل ان انت تلاقي حب بجد وقلب صادق يخاف عليك. صدقني كل الناس دلوقتي بشوش وكله بيقول يلا مصلحتي وبس. ارجوك اسمعني، ارجوك روح تعاتب وتصالح وتكلم حتى لو مش انت اللي غلطان. تأكد ان ده مش هيقلل منك، لا انت هتكسب نفسك قبل ما هتكسب غيرك، هتكسب الشخص اللي انت مش هتعرف تعوضه ابدا. ارجوك ارجوك اتحرك، لان وقت الندم مش هيفيد ابدا. الدنيا بتسرق مننا كل اللحظات الحلوة اللي وقت ما هنكون عاوزين نرجعها تاني مش هينفع، مش
مش هينفع ابدا. ارجوكم اوعوا تسيبوا الدنيا تفوت، ولا الوقت يعدي، ولا الشخص اللي احنا محتاجينه في حياتنا يمشي ويسيبنا، سواء مع حد تاني او الموت هو اللي يخطفه.